الاهلي يقدم عرضا جيدا ويكتفي بهدف لصلاح محسن في شباك انبي واسعد دور الثمانيه لكاس مصر. كابتن شريف الف مبروك، فوز مستحق. الف مبروك. فوز اتاخر من الشوط الاولاني بكرات كتيره كانت ممكن نجيب نتيجه كبيره قوي النهارده، انما الحمد لله مباراه كاس ووصلنا لدور الثمانيه ان شاء الله. الفرقه يمكن بالهدف ده خدت ثقه كبيره جدا. تاني تايم انا شايف الكره بتتحرك بانسيابيه وفي ثقه في اللاعبين. تغييرات وضحت لنا بعض اللاعبين اللي قاعدين بره عندهم كره يقدروا كل ما بيشتركوا كل ما هنشوف منهم اكتر باذن الله. تعرفنا على وجوه جديده النهارده زي احمد عبد القادر، اتفرجنا على مكسيوني، شفنا وجود لصلاح محسن تاني وتهديف بجول كويس جدا، بيتحرك كويس قوي في المنطقه دي. ولكن شفنا بقى اللي هو اجمل حاجه في المباراه. شفنا اللي كلنا بنطالب بيه طول عمرنا، شفنا ديانج. صحيح، مش مفاجاه على فكره، نجم المباراه. هو الحقيقه ليه بيلعب ده سهل قوي، وبيقطع كره في كل حته وبيعمل باس سليم وعنده جميع الامكانيات وبيشوط، يمكن هو الوحيد اللي سدد على الجون. عنده جميع المواصفات اللعيب المحترف العالمي. صحيح، مش اللعيب المحلي فقط يعني في اي حته. فنرجو ان يكون النهارده الجهاز الفني شاف ديانج بصوره جيده جدا، مخلينا في حته تانية بصراحه يعني. قاعدين احنا مطمنين يعني فعلا. انا وانا بتفرج عليه والكوره بتتقطع بيعمل 7 8 ياردة سبرنت حتى لو ما خدش الكوره، او بيعمل فاول تعطيلي او حاجات كتير قوي. كان مهم جدا ان انت تفوز النهارده، وكان طبعا مهم جدا ان انت ترجع لك ثقه التهديف تاني. انت بقالك فتره الحكايه بعيد عنك، مش ماشيه معاك يعني. النهارده 3-4 تجوان بيروحوا كده من محمد شريف وقفشه، حسيت بقالها وحظ وحظ احمد عبد القادر، قلت هو في الحكايه مالها ايه يعني، الحكايه دي مالها واقفه كده ليه يعني. دي حاجات سهله وجوه خط السته وكده، انما طبعا قدر الله ما شاء فعل، ربنا بيحضر لنا حاجه احسن ان شاء الله رب العالمين. فاحسن نيات كويسه. ولكن مستر موسيماني لابد يقعد مع نفسه بقى كده ويشوف الدنيا ماشيه ازاي، وعنده قماشه واسعه كبيره جدا يقدر يستغلها احسن استغلال. الحقيقه عنده لعيبه كتير قوي. أيوة، عنده عايز مجهود. ادو اهو شاف النهارده ديانج، وشاف ميكسيوني ده الشوط الثاني عامل مجهود كبير جدا. في رسو في الاداء، في محمد شريف محتاج سبورت جنبه، حد كمان يطلعه من اللي هو فيه ده، يجيب جول واثنين وثلاثه ويرجع زي ما كان راجل هداف الدوري يوم. فحاجات كتير قوي النهارده مستفاده من مباراه انبي، وانبي مش فرقه صغيره، فرقه بس ما عندهاش طموح في الملعب النهارده. يعني ما شفتش انا طموح للفرقه دي خالص، ان انا النهارده عايز تروح غير لما انت بتغلط. يعني وجود انبي لما انت بتغلط، لما بتضيع منك كوره، لما انت بتعمل باص غلط. ايوه، ف هتقابل بقى بيراميدز وهتشوف شكل تاني. بس عندنا فتره، بس الشكل انت شايفه ده الأوضاع. الشكل انت شايفه ده ايوه يبشر انك انت عندك مجموعه دلوقتي، بس ازاي انت المجموعه دي تقدر تطلع منها 11 اللي بيبتدوا، خد اقوى ما عندهم من سرعات، من اداء، من فنيات، باذن الله تكون المرحله الجايه احسن بكتير باذن الله رب العالمين.